المركز الأولمبي يحتضن استعدادات منتخب ناشئي التايكوندو تحت 14 سنة. منتخبنا الوطني للناشئين تحت 14 سنة للتايكوندو معسكر دلوقتي في المركز الأولمبي في المعادي علشان بيستعد لبطولة العالم واللي هتتلعب إن شاء الله الشهر اللي جاي. المنتخب كمان بيضم 20 لاعب ولاعبة علشان يتعمل بينهم تصفية علشان يتم الاختيار ما بينهم وكمان اللي هيسافروا علشان يلعبوا بطولة العالم. المنتخب ده بيدربه كابتن مصطفى زكي وبيعاونه كمان كابتن أحمد حسن لتدريب الناشئين وكمان كابتن محمود عبد الجواد لتدريب الناشئات.